بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 87. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستمر في استنباط ما يتيسر لنا من الأحكام، من قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، إلى قوله تعالى: فقد ضل ضلالا بعيدا. فيؤخذ من قوله تعالى أو صدقة فضل الصدقة والحث عليها. والصدقة تكون بالمال ونفع المحتاجين، وهذا هو المتعارف بين الناس. تكون الصدقة بالكلام الطيب والخلق الحسن والبشاشة في وجه أخيك، تبسم في وجه أخيك. تكون بمعاونة مساعدة المحتاج، تكون الصدقة بالإنفاق على من، على زوجتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن حتى ما تجعل في امرأتك لا تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. والكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، العدل بين المختلفين صدقة، كفك الأذى عن الناس، كفك أذاك عن الناس صدقة. فإذا لم تستطع شيئا من الصدقات فكف أذاك عن الناس فإن ذلك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: على كل سلامة من الناس صدقة. كل سلامة، والسلامة هي المفصل، والمفاصل التي في الإنسان 360 مفصلا، كل مفصل يحتاج إلى صدقة يومية. لكن وسع الله أبواب الخير، وكل شيء تعمله من الخير إنه صدقة، ويجزي من ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: ركعتان تركعهما من الضحى. ويؤخذ من هذه الآيات فضل بذل المعروف، فضل بذل المعروف بين الناس، صنيعة المعروف، صنيعة المعروف، بأن تساعد محتاجا أو تقرض محتاجا، أو تخفف عن مسلم كربة من كرب الدنيا والآخرة، أو تعين محتاجا، كل ذلك من بذل المعروف. ويدخل بالمعروف أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا إحسان إلى الناس، فإن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحسن إلى الناس لأجل ينقذهم من عذاب الله ويطهرهم من المعاصي، فهو يسعى في صالحهم. وليس ذلك كما يقول بعض المخذولين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الناس أو في حرياتهم أو غير ذلك، هذا كلام لا يقوله مسلم، أو قد يقوله مسلم لكنه جاهل أو يقلد غيره من غير بصيرة. وفيه أن من أمر
أن من أمر بهذه الأشياء فإنه يكون أمره بذلك خير، لأنه نبه المسلمين على ذلك، فإذا أمر بذلك وبينه للناس فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وذلك بالبيان للناس تحذير من الشر وحثهم على الخير. فالأمر بهذه الأشياء وحث الناس عليها فيه خير كثير، لأن هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآيات أن من كثر كلامه في الخير عظم أجره عند الله، قوله تعالى إلا من أمر بصدقة، هذا استثناء من قوله لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر به، فدل على أن الكلام الكثير إذا كان فيه مصلحة وفيه منفعة فإنه خير، وإنما الذي يذم كثرة الكلام فيما لا فائدة فيه. وليس معنى كثرة الكلام في الحث على الخير ليس معناه الإطالة من المتكلم أو الواعظ أو الخطيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم حث على التجوز في الخطب وحث على التجوز في المواعظ بحيث لا يمل الناس، لكنه يكرر هذا في فترات مناسبة، فيكون معنى كثرة كلامه في ذلك تكراره في مناسبات أو في أمكنة مختلفة. أما أن يطيل الكلام في موضع واحد ويملل الناس فهذا منهي عنه، لا سيما من يخطبون في الجمعة، فإنهم إذا أطالوا فقد خالفوا السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب إخلاص النية في هذه الأشياء وفي غيرها من أعمال الخير، لقوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فليس القصد مجرد فعلها، ولكن القصد فعلها مع إخلاصها لله عز وجل، والله يعلم ما في القلوب، فالذي يتكلم في الخير ويدعو إلى الله لكن قصده أن يمدح أو أن تظهر شخصيته فهذا ليس له أجر، لأن هذا من الرياء، هذا من الرياء والسمع. فيجب على المسلم والداعية إلى الله والواعظ والخطيب أن يتذكر هذا، أن يتذكر أنه لن ينال الأجر مهما كثر كلامه وحثه إلا إذا أخلص نيته لله عز وجل. يؤخذ من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول تحريم مشاقة الله ورسوله، وذلك بأن يكون الإنسان في شق مخالف، بأن يخالف كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه، فإنه يجب عليه إذا بلغه كلام الله كلام رسوله في الأمر أو في النهي أن يمتثل ذلك ولا يؤجل لئلا يصاب بالعقوبة. هذا وإلى الحلقة القادمة،
بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.